بسم الله حاج يلا بالمناسبة أنا فاتني شغلة طبعا من بإطار كل المشاريع اللي ممكن تتنفذ بقضاء صور في طريق البرغلية صور مدخل صور اللي تكرموا وزاروني ودولة الرئيس بري هو طلبه بالأساس وراحوا البلديات والأهالي من هون ووعدنا فيه وتأمن له الاعتمادات اللازمة وعلى التلزيم خلال أسبوع 10 أيام هذا إن شاء الله. هذا الطريق الساحلي القديم، الطريق الساحلي القديم، أنا فاتني إني أحكي بالكلمة، كنت حاطط إشارة، الطريق.